أوائل لها فضل كبير عند الله سبحانه وتعالى، يوم عرف له فضل كبير عند الله سبحانه وتعالى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل ما قلته أنا والنبيون من بعد لا إله إلا الله في هذا اليوم المبارك في يوم عرفة. فيسن لمن ليس حاجا أن يصوم هذا اليوم. والحج طبعا هو مشغول بهذه العبادة اللي هي ركن أركان الإسلام في الأراضي الحجازية المقدسة. يوم عيد الأضحى في شعيرة ذبح الأضحية ونحر الأضحية، وكذلك هناك نبدأ في تقديم الهدي وما شابه ذلك. فنحن إذن يعني كأننا مقبلون على أيام مباركة، وكأننا أيضا نتمثل فكرة الحج ونحن في بيوتنا. فنتعبد ربي، أتعبد ربي سبحانه وتعالى في العشر الأوائل بمزيد من العبادات، من الصوم ومن قراءة القرآن ومن الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الصدقات ومراعاة الناس وقضاء الحوائج. العبادات لا حصر لها في الحقيقة، حتى يصل الإنسان إلى أنه يمكن أن يجعل كل حركة في حياته هي تمثل عبادة من العبادات. مولانا، كيف مرت عليك العامين، أو كيف مرت عليك الحجتين الماضيتين وأنت ترى المسجد الحرام خلوا من الحجاج؟ هو بطبيعة الحال طبعا دي أعذار شرعية احنا بنتبع فيها الأنظمة الصحية الموجودة في الدول، والإسلام راعى مثل هذه المسألة. ولذلك احنا حتى في فتاوى النوازل وفي فتاوى جائحة كورونا اللي أصدرنا فيها كتاب كبير عن فتاوى النوازل جائحة كورونا، وكان الكتاب يمثل 800 صفحة تقريبا، يمكن أكبر كتاب ألف أو وجد فيه فتاوى متعلقة بقضية كورونا، متناولة فيها كافة جوانب هذا الوباء الذي نزل بالعالم كله، ومؤسسة علميا وفقهيا شيء بديع يعني. نعم، متعرضين فيه كل، هي مبنية كل الفتاوى مبنية على رأي المتخصصين. ورأي المتخصصين هو الفيصل في هذه المسألة. ولذلك يعني لم يكن هناك، مع أننا كنا نحزن في لوجود الوباء على المستوى الإنساني، على المستوى الإنساني وعلى المستوى المشاعر اللي عند الإنسان، لكن نحن أيضا نفر من قدر الله إلى قدر الله. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد منحنا قبل ذلك أن نحج إلى بيته الحرام وأن نسير في الأرض بدون قيود وبدون عوائق معينة، لكنه سبحانه وتعالى اختبرنا بهذا الوباء لينظر أن نصبر ونشكر ربنا على ما أنعم به علينا، ونصبر على بلائه وعلى اختباره سبحانه وتعالى أولى. ولذلك نحن طبقنا الأحكام الشرعية، طبقناها في مرونتها وسهولتها، وكأن الشريعة أعطتنا درسا من هذا الوباء أيضا، في أن الشريعة تقول في رسالة واضحة بلسان الحال، إن نصوص الشرع الشريف قادرة على أن تضبط حركة حياتكم في أي وقت من الأوقات، حتى في زمن في أوقات السعة وفي أوقات الجوائح، السراء والضراء، مظبوط، في السراء والضراء،